جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه رئيس مجلس الوزراء وسعاده السيد لويد اوستن وزير الدفاع بالولايات المتحده الامريكيه وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الاستراتيجيه التي تربط مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه الصديقه واهميه مواصله الدفع بالشراكات الفاعله والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين الى جانب مناقشه القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الاوضاع الاقليميه واكد سموه اهميه مواصله تعزيز الجهود الهادفه الى دعم الامن والاستقرار في المنطقه وضبط ضبط النفس ووقف التصعيد